الموضوع ويستني كان تزر شي حاجة مطوح حما فرفارة كثارين كارين تثث قبريد السياء أما انتي سماضن أديلانتي. إذا الموضوع ويستني نيثم من يعنى قال سخنوش أخنوش نيخ القربوز القربوز الموضوع هو نورمال تبغى غاز تسير سيمانة اني يعدان ولكن سيمانة يعدان تسلم مني تتصل مواضيع وويض خشا ولكن معليش اخذ السيور يا ربي اذكي مرخ دغيا يا ربي لان الموضوع هو ذي سنين توريقين ماشا ربما ذي نجبد شي حاجة قات وارد القربوز يخسر ابو دغاس تبدل مليح وزماتك تدخل القربوز تعذود قا ما يمكنش. اذا من يوقع عن القربوز نيخي وخنوش اخنوش يسادي قديجن الزيارة غا هولندا رئيس الحكومة المغربية السيد الكربوز قام بزيارة إلى هولندا مغا إنش سيدي أضع زمني جن الصفحة التمينوت الجديد ذي العلاقة جاء اثنين تمورا هولندا ذا المغرب وما مجد يسادي جن التغريدة ذي التيك توك التغريدة يجيت سيل قربوز على موقع تويتر إن ذايس أعلن فيها المهم أنه زار هولندا رفقة وفد من حزب التجمع الوطني للأشرار يسحب الحزب الناس ويوض الناش حيث التقى في لاهاي إمساق هذه لاهاي العاصمة بالوزير الأول الهولندي والنميقان مارك روتا من يوقعن إنش دائما ذي التدوينة يثا إنش اتفق الجانبان تنين اغزتسا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات يعني اتفقا وممسا قال القربوز القربوز ممجس قانا هولندا ذي القربوز ومين عفوا القربوز المغرب ذي القربوز هولندا قرر مارك روتاني ذا قربوز قرر انت ذا القربوز وها إذن إنش مستفقا على ضرورة أذاني نتسمغان رمعاون تنسن ثويزن سن جاثنين تمورا ذي مارا ذي مسرين يعني في مختلف المجالات دونك ذا نتا نعذو المقدمة رخول أبود أنك إجن تعليق أيثما ذي اسم إجموار لابد السياق هو قاضيس أتنوجوذ يعني إجن مسؤول أذي النوجو غيش تمواث النغني أذي مساقا إجيني طايا المسؤولين ذي تمواث النغني ذي جن حاجث عادي جدا وتحريج جيشا أخسنك سما أزيسنك شانت حياتني خزو باع ماشا ذانيتا خميني نسوار إجنا الرئيس الدولة نيخ رئيس الوزراء نيخ ذي الملك نيخ مما يعنى يروح غيجن الدولة النغني إيقا التعاون إيقا سما مجموعة الالتزامات مجموعة المعاهدات مجموعة الاتفاقيات إتغي ما مسألة طبيعية جدا عادي العالم يكمري تقيت عادي جدا 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 لكن أسنوجو نيخ أنوجو إيقا القربوز عزيز أخنوش يتمثل رئيس الحكومة في دولة تصنف من أبشع الدول ماني وتحترما وصغاث إنوذا إذن أذي راح رئيس الوزراء إني جن الدولة متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية نغيني وذان اغتصبني وذان أشاني وذان ظرمني وذان أزرند خيوذان
عدان خيوذان يوذني وينيوذان غير حبوسات بدون محاكمات. إجن الدولة حسب مجموعة من التقارير الدولية ذاني توان سيوير بوخ تقارير نتزايا وان سيوير بوخ تقارير بوليزاريو نسوار تقرير نيخ تقارير منظمات حقوقية دولية مشهود لها بالنزاهة والحيادية. قانت باللي النظام مغربي ينق الشعب الناس يتغتصى بودان الزياثين يسجن الصحفيين يتعدى بودان يحكم خاسن بعقود من السجن فقط. أتيني ديجن كلمة كصحفي أتقذ تدوينة كناشط كمدون من يعني المصير النش هذا رحبس 4 سنين 5 سنين 6 سنين بدون محاكمة دا غير حبس. الدولاية تدور ديجن الكابوس إما الراوي ذا يسيز الضغن لا الصحف لا التعليم لا القضاء النزيه لا العدالة لا الخدمة لا البطالة وهذه نتجيش النحاش مرة منايا وبشهادة منظمات دولية يوض استقبريثيب رئيس الوزراء نيخ الوزير الأول الهولندي وميقان مارك روتا يتمثلا إجن الدولة تدعي أنها نختو اعتبر من أفضل الدول يتحترم حقوق الإنسان. تصور ذاكيذيو هولندا بلد ديمقراطية بلد الحقوق الإنسان البلد يتمنغاني غاروسيا لأن ذي المجرمين قيودان أدي استقبر الرئيس الوزراء إني جن الدولة يتعتبر من أبشع الأنظمة سنجي الكرة الأرضية. منايا إسبيا باللي نعم غال الغرب المنافق نعم النظام الهولندي نظام منافق من درجة حمار. كيف يعقل شكي قان فاضم قيم الحصار خار روسيا مغا على أساس أن نظام بوتين نظام غير ديمقراطي نظام تاوير الصحافة غير حبس أي نفاق هذا ونتا قمة النفاق. خميس سوار روتا خميس سوار ماكرون خميس سوار بيدرو شانشيز خميس سوار جونسون جونسون وانجليز خميس سوار شولتسن نوليمان خبوتين أقاد المجرم قاين قيودان قيتوي ودان غير حبس قاثين 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 إي محمد علوي ويتوي ودان غير حبس إي محمد علوي ويتحبس بالصحافة إي محمد علوي ويتعدي بالمعارضين إي محمد علوي وغاس بالمنفيين من وعضا وحان وملا. إذا ما يمي ذا اختنا فاك ما صاحبي وين التذتين وخاخت بوصات شاه وحقا شكن الشينا روسيا كانت من غاكيسي أنه نظام غير ديمقراطي واتسخاري كم كنت نيو ذيك الدابنوا وكن نيو ذيك الدابنوا ما عليك نيشان المشكل نوميقي إيقا روسيا مشكل ديمقراطية إيري وزمات تعامل ميق النظام محمد علوي يا صاحبي وزمات تعامل ميق النظام السعودية يغاس بناد ميقسيف ذي جمال خافيش قني ورا مام جس قان قوع قرف وقيس من الناس ذي الطواكي قصي ذا صاحبي ذي ماسا عاد غنى على وانسي ما يجاني ماسا مني وكني اتعامل المكيس ذا ما يمي خاخت بوصا ما يمي ذا اخت قام كاروسيا بالنظام غير ديمقراطي ما يمي ذا اخت قام كابوتيني تاوي وذان غير احبس
ومحمد علوي ويتوبي وذان غير حبس، رئيس الوزراء اني تستقبل ويتوبي ويتوبي الدولان سبي وذان غير حبس يا كلابس يا كلابس بريمو كاش مليحني وكن يوم كور عام كور شاكا تشمستين عاشين النظام إجرام صاحبي والملاير التمنية ذي تسكامي وعلى وصاحبي وقران نخنشين واني تخدم تخطص الدرائب أتا حان تسكدي محمد على وانتي وكشي أبو زعيطرني غا صاحبي ها يا كلابس وانشكرش هذا تكسني الدريب صاحبي ما يميد راك تسداري بانشا تكشي محمد علوي ويا لي مان مليار اورو يستكشي المغرب اصاحبي مانا 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 اللعبة ذيك تقنينا ووينث وينث روتان وينث هولندا ان شق سما العلاقة نخيك الدولة المغربية لا مفر منها كيش النظام مهم مانا المهم يختصور الديني واكوني جمال خشوش قني قيتو الضرايس من ها وبوتين بوتين ما كلابس بوتين يتمن غيك وماريكان كني و ذكر بيون وماريكان يسقاري كني وما يسيخس ما انا يايفيني ها لان ما عليك نيشان بوتين شامت لانه وجبو ديمقراطي وزما تعامل ميكا يقنيضة من السعودية صاحبي واتزمة مستحيل اذا ما راه ترفضهم بوتين على اساس استقبال نيخي تتفيو ذا نغار حبس ايوا ما يستقبل ذا القربوز واش القربوز وغا سبيو ذا ندير حبس واش القربوز وغا سبو بو الصحافة دير حبس وذاني تا غاد سما تستدل سجن سجن تدوينة إن تعالي المرابط بوبري الناس روتا سما رئيس الحكومة هولندا الناس بات المشكلة يغاكي كاع روسيا الناس ما راه تمسا كاع ديكو خنوش فهذا يعني انك تزما دورش كتمسا كاع ديك بوتين ما يمي الناس بوتين تعتقلي صحفيا والمغرب ورا انت تعتقلي صحفيا اذا ماني جا المشكل نيخ بوتين وما كيزبو المصلحة يا بوتين يقيم كوم غا طابرة انه ما نقر حساب ثوارتها غا انه ما من يعدو نعدو انه ولكن رخو رحساب ها اذا ورد عفا اماريكا ناك تبقاتها هو دون كي خصها تسكاشان الصراع باش وستيو ينامشا لان دين الصراع نهار جا اروسيا الشينوا غي قو ماريكا اماريكا نقا وغاسي قيم بومشاني توغا غازي العالم اذا يخصها تسكاشان الصراع باش تستضعفن شوية تاع روسيا زيار روسيا غاستضعفن عاود الشينوا تجبدن بونتونين تايوان باش امريكا تستمر ديال الريادة العالم ومن زيت جنمانيات كنت اوروبا تيران اوروبا واخذ مشاك ازيا باش تكسن الداريبه غازين تنعاشين تراح انت شغل الداريبه والسيخ والسيخ ميم والسيخ ميم باش راح تكشني محمد علوي ذو امريكا راح تصغن رصنع سوق امريكا ني وزيد تنعاشين نسمع حقا يتغاوم فين عايشين بوبري نهار الفقر يوضع 20% تقول لي مال وغام تجيك ماني تجا الكاريزما الألمانية ماني تجا ماني تجا الشخصية اني توغا غاسغا وليمان خمي غاتسري ضا ليمان سوكي داس تشي فنش احتراما نهار اسما مع الأسف الكاريزما السياسية الدولة الألمانية السياسية الألمان واثقين نهائيا نهائيا سما النفاق بنادم لا وغاسي قيم سما ما عليك سما هاي وذاني تارد المصلحة باش راني ري شوية واقعيني قوية ومتينو هاكاي كيداش نعم السياسة كانت المصالح هاكاي كيداش ولكن مات المصلحة غاسغاو لي ما نهار كتمن غاي كاع روسيا ممكن تكشف مراني حسابيا مات المشكل اللي غاسغا هولندا ثقا وين روسيا درعدو هاك شالي ما نهار ركازي نقضى سيدي وكش ومن بعد سيدي الزنزو ماريكان سوزي عشرة يموان الدوبل خميني سكوا ديال روسيا يعني خصني ري شوية واقعي نعم السياسة ومصالح ولكن إني مات المصلحة غاسن تغمانايا قا إليمانيا كان سوار كيتزان تناقش كيتزان يقارش منايا ويقعب ونورما إليمانيا زعما يعز عز يشكي عز خاكو إليمانيا كتازق إليمانيا يقارش كمانايا ما يمكنش أديري نورما
نيخ كنو تفهم كتا زي تاوان تموت مئة مليار صناحي غا تصغى يغيصغ وليمان ويخف تغيصغ ويخف قاخو ماريكا ما انت المصلحة يخساني ريشوت واقعيين نعم قرانش سنحو بيقع المصلحة السياسية سنا سنحو بيقع المصلحة انت موات سنا ولكن كما انا يوديس هو المصلحة يودانا وديس هو المصلحة اوروبيين صعب اوروبيين هارا خسار قنشين تعيش ذا الأزمة قاعد الجوع قاعد التضخم قاعد يوذن على وزني تيوشا وكون شاني نسا صاحبي مازوت ليسان استاد تمشى وكون هكا يعني نسا صاحبي باش تخصنا رحاب اوكرانيا قاضي كان المصلحة وهذا هو المصلحة المصلحة وماريكا يمكن اسرائيل اني احنا ري واقعيين يقوي يا صاحبي كان شتم هذا العيس خفي ان شاء الله ما نحس وقت مواعدين وما عرفنيش خبي قاخت عيد الصافي وجيبو المنافق قاخت سما بكل ما تحمل الكلمه من معنى عيد الصافي وقت غايقور ولكن ما نايت قيعا وجيبو الحق الحزب ايزي زاوان دي غونا زقوامي بدا الحزب زقوامي تواسسني هنا كاين كونتر ايكار ارحاب لا كار لا نهار خمي تحسيت غا وزيره الخارجيه وليماني جن تسمى زكزي زوان وسندني غا صاحبي تعيق تعيق صاحبي ارحاب وارحاب تدور تسمى هتلر السواري الاخر صناح ذو قاطاس ذي ذم ومن يقام انايا واش كنحس فيك مري ابنا ابنا خ السلم والسلام ابنا خ الطبيعه ابن اخ كليما ابن اخ ابن اخ مجس قان تلوث البيئي يقار شرس جوا حتى كولور نس قان استو الزيزوت يعني نسبة غير جوا الطبيعة نهار اكبر ممول المينا مجس قان نقار ديال روسيا دني ثني اذا ما يخسن فيه يخسن فيه شكل حياة مش تكمل شكل الشاف كيجن الدفاع خيج المنطق خيج الايديولوجية نهار قرب 100 دي 100 اذا ويتو غيحكم ويتو غيسكر منايا ويدي سكوان نهار ويك سكوان حسبة واش ديو ليمانيين ما يسكوان ريدي حدنا لي غفارة والسنة إذا نكمل الموضوع لأن الموضوع يتدي الموضوع إذا علي المرابطي وكشا ساسكسي الناس ما راه مساقادة الناس بات المشكل اللي غاكي كاع روسيا الناس ما راه مساقادة كو خنوش ما نايي قابو ذاك مساقادة كاع بوتين ما يمي لأن بوتين يتوي الصحافة غير حبس محمد علوي توي الصحافة غير حبس إذا ما هاد المشكل غاكشك ما يميلش هذا بوتي ما نيجا عمر الرضي يش عمر الرضي ذا صحفي يقا مواضيع سما مواضيع علمية تحقيقية استقصائية وينغي ويشا ويكثي ويعدي ما نيجا الخوك دير حبس 10 سنة نحبس توفيق بو 20 من يقا ويقي والو وينغي ويشا يقا تقارير كونتراغي يرمخزان دي مدوكار نزل الخدام الدولة كشي ناس 12 سنة نحبس إوا زيري وني غيسيور راه دين دادير حبس إذا سكني وسخاريك هو هو المشكل بوتين على أساس الديمقراطية إذا أنت سمعت النقطة دا مزوارو تنيخ المحور مزوارو دي الموضوعة المحور ويستناين من يعني هو تابع سميت كما خل المحور مزوارو هو أواني التناقض النفاق إذي ضوضا هولندا لابد ان كشي يجو سقسي يجو سقسي صراحة إشنا يصبح اخي كسي غوفاوي مين يعني ما مش تمسى السيل قربوز يصدغ هولندا صنفرة مش تمسح أحمل والدي وإذا يتغي يجاوب ما يميد يوسس نفر السين السيل خنوشي السيل قربوزي ها ولا خي جاوبنا يا يتما خيل لا زاخ زاخ با
ما مين غايدير عكر دبريني غاو دير عكر ما كتخير خواه. مين غايجن رئيس دولة رئيس الوزراء يوسد غا هولندا يتمثل الدولة يتمثل الحزب يويد أغلبية الأصوات الانتخابات التشريعية يعدان يوسد غا هولندا يوسد السنوفة ما مش تنسى ترى جاغ زاغ ها واه هاملي 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 اكني ويحفظ انيش لان السيل قربوز ما لا يزدي على الاندخاس هذا نستقبر هذا سنوي ثيني هذا سنوي يشفاي اسنك ذي زابي انتي زقوغين اسنك شنويا اه يا ودي وا ايه اكش من دوم اني غاد جينا باللي الدولة المغربية الشريفة انش غاسر فو 200 سنة زقو ميثجا غاسر عسكا غاس المخابرات غاس شوف تي في غاس عبدو الويفي غاس الزروالي غاس الضالي غاس اي طواليت غاس المخابرات غاس تيم زيداوين غاس كلشي ها غاس غاس لاتجيد المخابرات الخارجية غاس الحبوسات غاس التمنيات غاس وذاين ديم الدوكار غاس فرنسا غاس اسبانيا ياش الحكمة في العالم فاس كتحكم العالم توسيد غا هولندا توسيد تنفض الله يودي ها هي السي القربوزة هي السي القربوز هي السي القربوزة هي السي القربوز اجيتي لهولندا وجيتي مخبع ها راه عندك جواز سفر دبلوماسي وكتخبع جيتي حارق ياك جيتي في الفلوقة جيتي في قارب الموت ياك انا كنت كنعتقد غير الوفاء اللي كيحرقو يعني كيحرقو بشكل سري كيتخباو وكي مساكن كيركبو في قارب الموت وكيهربوا من الدولة العلوية ولكن حتى انت دابا راك حرقتي لهولندا ها جيتي لهولندا ما علمتيناش ما قلتي يعني ما خبرتيناش نوجدوا لك الحليب نوجدوا لك التمر ايوا السي الخنوش اش هاد الشيء اللي كدير لينا السي القربوزة اش هاد الفضيحة ياك انت كتمثل الدولة ياك انت رئيس ديال الوزراء ولا لا ياك انت عينك هوبال السادس ولا لا وجيتي مخبع والله يا ودي هذه هي الشجاعه ديالكو هذه هي الرجوله ديالكو هذا هو الطغيان والجبروت اللي كتمارسوه على الشعب تما في المغرب وفي الريف ها منين كتمشى في المغرب ولا في الريف يعني كتفرق البحر على جوج وليت كتولي بحال سيدنا موسى الريح كيطير معاك بحال سيدنا سليمان تحكم في الجن والارض والسماوات والبحار وجيتي هنايا لهولندا جيتي مخبع حارق ايوا عباس بورتي ديالك الدبلوماسي والقيمه ديالك والملاير ديالك وكتمثل واحد الدوله الرئيس ديالها كيعتبر من اغنى اغنياء حكام ديال العالم ومن العائله ديال الرسول وابو لهب وعندو الأصدقاء اليهود والموساد وكيتحدى أمريكا وكيتحدى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وجيتي مخبع الله يا ودي حتى لهاد الدرجة غسي القربوز كان عليك غتعلن عليها أراك أنت كتمثل الدولة أماشي كتمثل راسك أرى الحزب ديالك حصل على أكبر عدد ممكن من الأصوات في الانتخابات التشريعية يعني الماضية في 2021 أعتقد يا كاين هاد الشيء ولا لا الا انت كتمثل الدوله وعندك حساب وامين عام ديال الحساب وجاي لهولندا جاي مخبع هادي راه اهانه صاحبي اهانه ليك انت واهانه للحساب ديالك واهانه ديال امير المجرمين واللواطين راه فضيحه صاحبي هادي فضيحه لا تنسى واش شفتي انت شي مره في التاريخ ديال السياسه رئيس الوزراء ولا مسؤول سياسي رفيع المستوى جاء لشي بلاد بدون ما يعلن عليها
هذه فضيحة صاحبي، فضيحة، هذه فضيحة من العيار الثقيل. علاش باش مخبع؟ شكون هاد الناس اللي كتخاف؟ وشكون اللي خلاك تجي بشكل سري 100%؟ وحتى رجعتي صافي دخلتي للدار بلعتي الباب مزيان ودرتي لاخر التصويره ديال السيلفي، وليتي كدير السيلفيات، مراهق سياسي وليتي. راه الرجل ديال السياسه ما كيديرش السيلفي، راه السيل قربوس. راه رجل السياسه راه عنده الاعلام الرسمي هو اللي كيكلف بالتصور، كيصورو وكيدير له التغطيه والتقرير الاعلامي يليق بحجم الزياره، مادام كتقول انه الزياره كانت يعني فيها بزاف ديال الالتزامات، بزاف ديال الاتفاقيات، بزاف ديال المعاهدات مع الدوله، مع الدوله الهولنديه، وغتحترموا بزاف ديال الحوايج، وهذا الشيء كله بدون ما تعلنوا، بدون اعلان عنه ولو يعني ثلاثه دقائق في النشره الاخباريه. راه هذا الشيء فضيحه صاحبي، هذا الشيء راه مشكل كبير. وليتي ولد صغير كدير السيلفي ولا ما عندك مول وقت؟ واخس راه هاد الشي، راه هاد الشي فضيحة من العيار الثقيل. هاد الشي راه مشكل كبير، راه هاد الشي خص الحل الحكومة وحل البرلمان وإسقاط رئيس الوزراء. كيف يعقل رئيس ديال الوزراء كيمثل بين قوسين 34 مليون، المهم بين مغربي وريفي وصحراوي، وجا لهولندا جا بشكل سري، سابقة في التاريخ السياسي ديال العالم. راه هادشي عمرو ما وقع صاحبي. راه شوف راه الزعماء بين قوسين الاوروبيين راهم دابا في العاصمة ديال اوكرانيا كييف، راه التصور والكاميرات، راه كاين حرب يعني الروينة نايضة في أوكرانيا، الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حرب يعني نايضة. ومع ذلك ماكرون وشتولتس ديال ألمانيا وبزاف ديال المسؤولين ديال أوروبا مشاو تما تصوروا، داروا مؤتمر صحفي والروينة، وهم راهم في الحرب. أنت جيتي لهولندا ياك ما فيها بو الحرب. شكون هاد الناس اللي غيمارسوا؟ يعني شكون هاد الناس اللي خوفوك حتى لهاد الدرجة؟ خوفاتك 10 ديال الروافه هنايا في اوروبا؟ فين درتي القوه ديالك وافريقيا ديالك والملاير ديالك والقربوزين ديالك؟ فين درتيهم؟ 10 ديال الناس خايف منهم ياك لاباس. راه دايره فضيحه صعبه، هذه فضيحه من العيار الثقيل. وإلا عندك شي وجه كتحش منه خصك تعلن الاستقاله ديالك عاجلا. وجيتي وتلاقيتي القربوز ديال السوس جا عند القربوز ديال كيسميتو القربوز ديال الريف، حاشا يكون ريفي هذاك الخائن، ولد الخائن وصافي، هذاك اللي سميتو احمد بوطال. ها تلاقيتو القرب زاه، درتو السيلفي، ايوا بينوها صاحبي، علنوا عليها صاحبي. هو راه عمده ديال روتردام وانت رئيس ديال الوزراء، وروتر رئيس ديال الحكومه، كان عليكم تعلنوا على هذا الشيء باش حنا يكون في يعني في علمنا. غادي نجيو عندكم غنستقبلوكم مزيان، نوجدوا لكم الماكله والشراب، كل شيء يكون موجود. ولكن جيتي مخبع بحال اللي كتسرق ياك، ما جيتي بوحارق، ما جيتي باقي يعني باغي تبقى في هولندا على اساس تتحرق فيها، ياك جيتي ورجعتي علاش ما علمتيش عليها؟ وغادي نعطيك واحد السؤال، السيغه القربوز، السيغه خنوشه القربوز، نعطيك واحد السؤال بسيط اللي كدير فيها بطل على الضعفاء ديال في الريف وفي المغرب. ها جيتي هنايا وليتي قطه، وليتي فأر اقل من الفأر. نعطيك واحد السؤال السي القربوز، تلاقيتي بالقربوز الثاني احمد ابو طالب، ياك مزيان عمدة ومغربي ناجح، ياك مزيان، ما في خباركش راه كاين واحد المغربي اخر سميتو احمد ماركوش؟ ما في خباركش هاد السيد؟ ما سمعتيش عليه وما في خباركش؟
كيفاش؟ راه حتى هو عمدة ديال أرنهاي، والمدينة ديالو راه كتعتبر من المدن المتوسطة، في شي 180 ألف ديال الساكنة اللي كيحكم عليهم هاد السيد اللي سميتو أحمد مركوش. علاش ما سولتيش عليه غدير معاه السيلفي حتى هو السي القربوز؟ علاش؟ هذا سؤال وصافي، حنا كنطرحوا عليك السؤال عارفين ما تجاوبش، ولكن غيسجل لي التاريخ. احمد ماركوش حتى هو عمده بحالو بحال القربوز ديال احمد بوطال، ولكن ما سولتيش عليه، ما قلبتيش عليه، ما مشيتيش عنده، ما درتيش معاه التصاور. علاش؟ حيت هذاك ماشي قربوز ياك، هذاك ماشي الشماته بحال بوطالب ياك، ماشي جبان بحال احمد بوطالب ياك، هذاك راجل، هذاك عنده موقف شريف من الحراك، خرج معنا في الحراك وعطى الكلمه وهضر عليكم في التلفزيون الهولندي، قال راه مشيت للريف بقاو كيتبعوني المخابرات. على هذاك الشيء ما بغيتيش تصور معاه، ولكن جيتي تصور مع القربوز احمد ابو طالب الخائن بحالك اللي كتعبدوا محمد العلوي، نتوما كديروا فيها امازيغ، زعما واحد الامازيغي من الريف واحد من السوس كتسجدوا له، واحد العربي جا من السعوديه، والله يودي ماشي حشومه عليكم. متى كان الامازيغي يركع ويسجد للانسان القربز الشمي؟ فوقاش. المهم اواري بسوسوه باش اضيوض، باش بلا ما تقن الترجمه، اتوري كتقن الترجمه تعدا بخدن، عاون خدن شي حاجه. اذا ادعاو شويه مني غمو باختصار استمازيخت. اذا نيت مدنا خنكش هذا سقسي ما يمي النجا سيدي ما يمي دغياس سنوفرا، مادام رئيس الوزراء، مادام يتمثل الدوله، مادام يوجد باش هذه دافع خدوله ديك اتفاقيات المعاهدات، كان عليه أداء غاسي علن للتلفزيون، كيزداس الدوزة، ما كيزداس الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، ولكن ما نايا ويوقع شيء يوز السنوفرة، ما يميد يوز السنوفرة، لأن السن مريخ أزد علنن أنا حد الشينا تنقابر، أسنق الاعتصام، يومين، ترتية، مع بعية، مخمسية، مش حمي كذيني واش تعني دين غانك. إذا خوفا من الإحراج، لأن مران وحديني نحتج خاس، أوتوماتيك حتى الصحافة غاستيني مي غدا تحت الجنينة، هذا سنتيني ذي الصحافة قواد المجرم، ينا نقني وذان طفن الصحافة، طفن تيم غارين، طفن يا يزن وجه الحد وذوين غير حبس. ولكن كني الدولة يدعى الديمقراطية قصد قبرم ديج النظام إجرامي نقي وذان، إذا أسنتقد الإحراج، أسنتقد المشاكل، وذا عقرم غازو ميديو ساغا دو سردوف كور 2018 يوزد صنوفرة، ونشتيني وذان غدر خبا، نوحني سيدا رخصة، يوك شغل رخباي جلق كيتسن غدا اخر دير الروس للحسن وسين دو مونهايم ذاني تطافي دوس الدوفيج 30 كيلومتر نشي نويد رخبا نيسي دارو خسان قاسن دينا بديع واسقين بور حساب وسين دور ذاني تسنوفرا امني دا سيقا دي هولندا. هولندا مع الاسف ويويد شاتي فغمان عيني لانه ويمسقا بوكي وذان عموما يمسقا ويقا يعني كي سياسيين وايمغان يعني مانايا تغاد على المستوى العالي سويني وهو ديفيغ شغابارا لان ربما يرفق مع عليك تغا غا كاتي بيري مري غاس الخبايري تساسيتي. إذا إثما المخزن نهارا إكسيجن المسؤولية يتنخرا يتقودي تاع جي جي خميني يا الزوغا ديازداني تاع أوروبا ونشينا قنخدا ماني ميما سجل المسؤول ذا مغربي ذا الوزير ذا جينيرال ذ المخابرات ذ محمد العلوي ذ ميس ذ الجيس انا حسن الكابديا واخا رغم القوة نومد الجبروت ثو سيمت سنوف فراثو ثمت غا هولندا ثكولا وذانيتا امسا قاعد يجيجو شكا من نغني زك شكا من محمد العلوي ونومي قان احمد بوطالب ولكن كشي غاسي جو سقسي ني غاسما دامت امسا قاعد يقل قربوز عارف احمد ابو طالب ما يمي واثم ساقعد شغيك احمد ماركوش ورنتاد العمدة ذي هولندا ذي ارنهايم ما يمي لان ماركوش توغا غاس مواقف سبحان زي الحراك زي عريف ويجي شاز قني اتقن الركوع محمد علوي ذاري في ذا حواري اقيم قيرينس ذا زراع اذا نايت ما دي اسمع نود داكي دوم غم كارو للموضوع